السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سهيل مزين من تقنية الحدود. معنا زي ما انتم شايفين أحد الأجهزة اللي شغالة طبعا المعالج سناب دراجون 800 الجديد، وهو طبعا جهاز تجارب، لكن راح نسوي عليه بعض العمليات للبنش مارك. احنا سوينا له أول شيء يعني مجموعة من البنش ماركس، لكن خلينا نسوي واحد من جديد عن طريق هذا اللي هو كوادرانت، طبعا مشهور جدا كوادرانت. خلص عملية البنش مارك وراح أوريكم النتائج. خلصت عملية البنش مارك الآن. طبعا زي ما أنتم شايفين عطانا حوالي 20,324، طبعا هذا عن طريق جهاز كوادرانت أو عن طريق تطبيق كوادرانت عفوا. وهنا ممكن نشوف بعض الأجهزة اللي تحتها، بس يعني ما في ولا جهاز تقريبا ممكن نقول إنه جديد. خلونا نجرب تطبيق أنتوتو. طبعا إحنا سوينا تجربة عن طريق تطبيق أنتوتو، زي ما أنتم شايفين هنا عطانا 35,320. ولو نشوف في الرانكينج حقه، هذا طبعا افضل الاجهزه اللي موجوده جالكسي اس 4 اتش تي سي 1، ممكن نشوف قوه الجهاز كيف، يعني هو متفوق على الكل، واصل يعني فوق الجالكسي اس 4. شوف الفرق يعني بينهم كيف واصل. طبعا هنا ممكن نسوي مقارنه بين قوه الجالكسي اس 4 والتابلت هذا. طبعا الجالكسي اس 4 يحمل طبعا معالج اللي هو الاكسنس، زي ما انتم شايفين هنا هذا المقارنة بين الجهازين، يعني متفوق عليه تقريبا بكل شيء إلا يمكن في أشياء بسيطة ممكن يكونون متساويين فيها. كل شيء متفوق عليه ما عدا يعني شيئين ممكن يكونون متقاربين فيها. وهذه مقارنة مع الـ HTC One، طبعا متفوق في كل شيء ما عدا ريزولوشن حق الشاشة، بسبب أن الجهاز فقط يعني ما هو المعالج. ايضا احد التجارب اللي سويناها على 3D، طبعا زي ما انتم شايفين هذه لستة بالاحدث الاجهزة اللي سوت يعني 3D ما بنش مارك، خلينا نقول او قياس لقوة 3D على الجهاز. هذه يعني اعلى واحد فيها حوالي 6792. الجهاز عندنا زي ما انتم شايفين جايب 13642، وهذه تقريبا مناطق القوة. هذا كان كل شيء تقريبا عن معالج سناب دراجون 800. كان معكم أخوكم سهيل مزين من تقنية الحدود، مع ألف سلامة.